الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير معضلة السجين، ما يسمى معضلة السجين أو Prisoner's Dilemma. هذه المسألة تواجه كثير من متخذي القرار، سواء في العلوم السياسية الاستراتيجية أو في الاقتصاد، وسأبين ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى. هي عبارة عن مشكلة مجردة صاغها عالم الاقتصاد والرياضيات جون ناش في أربعينيات القرن الماضي، وحصل على جائزة نوبل على عمله في هذه الأعمال الرائدة. ما هي معضلة السجين؟ تخيل جون ناش بأن الآن، يعني الافتراض البسيط التالي، لنفترض بأن الشرطة في مملكة غاردين، هذه مملكة وهمية، ألقت القبض على الشابين الباهي وبيلسان. هذه أسماء طبعا من ابتداع واضح هذا المقطع. فالشرطة في مملكة غاردين ألقت القبض على الشابين الباهي وبيلسان، لاعتقادها، اعتقاد الشرطة، بأن هذين الشابين الباهي وبيلسان ارتكبا جريمة سطو على أحد المصارف. لكن الشرطة لم تمتلك الأدلة الكافية لتقديمهما إلى القضاء، وبعد إلقاء القبض عليهما حجز كل واحد منهما في غرفة منعزلة، زنزالة منعزلة، دون أن يعلم أي منهما عن صاحبه شيئا. والشرطة قامت بإغراء كل واحد منهما على انفراد كي يعترف على الآخر مقابل تخفيف مدة الحكم عليه. لاحظوا الآن هذه المسألة، المسألة فيها كثير من التفكير، فيها كثير من يعني الاستراتيجية التي يضعها كل سجين الآن، كل واحد من هذين المتهمين الباهي وبيلسان. الآن سأستخدم بعض المصطلحات لابد أن ننوه إليها هنا. المنشق نسميه الذي ينكر أو الديفكتور، هو المنشق إنكار، هو المتعاون اعتراف. لاحظوا لي المنشق، فطبعا ممكن أن تأخذ المعنى معنيين. الآن المنشق قد ينشق عن صاحبه وقد لا ينشق، والمتعاون قد يتعاون مع صاحبه وقد لا يتعاون، لكن هكذا التسميات هي المنشق defector والمتعاون cooperator. الآن هذا الوضع الذي يواجهه بيلسان أو تواجهه بيلسان ويواجهه الباهي، هذا الآن مصفوفة مهمة جدا نتعرف عليها. هذه بيلسان وهذا الباهي. هنا ربما بيلسان تؤثر الاعتراف أن تعترف بالجريمة، وربما الباهي يؤثر الاعتراف. لاحظون اعتراف اعتراف، وهنا ربما تنكر، هنا تأخذ موقف الإنكار والباهي يأخذ موقف الإنكار. لأن هذه المصفوفة نسميها إحنا مصفوفة المكافأة أو pay of matrix، مصفوفة المكافأة. الآن ما الذي سيحدث؟ لنفترض بأن الاثنين اعترفا بجريمة، طبعا هناك إغراء منهم، إذا قمتم يا باهي ويا بيلسان بالاعتراف بالجريمة فإن الحكم عليكما سيخفف، وبالتالي الآن سيسجن كل واحد منكم 4 سنوات على المثال. فسيسجن الباهي 4 سنوات، طبعا اللون الأحمر هنا الغامق للباهي والأزرق لبيلسان. فإذا اعترفا الآن اعتراف اعتراف، لاحظوا لي، يعني بيلسان اعترفت والباهي اعترف، عندما يعترف الباهي وتعترف بيلسان فكل منهما يتلقى عقوبة، تحمل عقوبة مقدار 4 سنوات بالسجن. أما إذا أنكرا اثنين، أنكر لا لم ننتقل، يعني أصرا على موقفهما بأننا لم نرتكب جريمة السطو، فكل واحد منهم الآن يتلقى الآن سجن مشابه ذلك الأمر. فالباهي إذا أنكر في هذه الحالة طبعا هنا 3 سنوات، وإذا بيلسان أنكرت 3 سنوات. لاحظوا الآن الخيارات الأخرى المتاحة. إذا الآن الباهي اعترف وهي لم تعترف، بمعنى آخر وشى بصاحبته بيلسان، الباهي قام بالوشاية على صاحبة بيلسان بأنها هي التي، أو يعني تعاون، لكن هي التي ساعدت وهي التي خططت، وبالتالي هو يأخذ حكما مخففا مقداره سنة واحدة، لكنها ستودع بالسجن لمدة 15 عاما. هاي لاحظوا لي الوضع الصعب جدا. ومقابل ذلك إذا هي اعترفت عليه وألصقت التهمة به
وهو أصر على الإنكار. لاحظوا أنه اعتراف من بيلسان لكنه إنكار من الباهي، هنا اعتراف من باهي لكنه إنكار من بيلسان. فالحالة الرابعة هذه أنه سيتلقى أو سيحكم الباهي بخمسة عشر عاما في السجن، وهي تأخذ سنة محكومية فقط لا غير. الآن طبعا كل واحد منهم لا يعرف عن الآخر، وبالتالي لا يستطيع أن إلا أن يتحذر، إلا أن يأخذ الآن بالتفكير الاستراتيجي، ما الذي يجب يعني أن أقوم به؟ هل أثق بصديقي أو لا أثق به؟ هل يمكن أنه يثق فيه أو لا يثق فيه؟ هذه الأسئلة تخطر على بال بيلسان والباهي. فلاحظوا لي هنا هذه الحالة غير مستقرة. لماذا؟ لأنه الآن لدى بيلسان وضع أنها تحسن حالها وأن تنكر وتعترف عليه فتأخذ سنة فيروح هو 15 سنة. وكذلك الأمر الباهي يمكن أنه يحسن وضعه يروح يقول بعترف عليها وهي اللي قامت بالجريمة فيأخذ سنة وتأخذ هي 15 سنة. أفضل وضع في هذه الحالة هو هذا الوضع، أربع سنوات أو سنوات، اثنين يعترفوا بأنهما تشاركا بالجريمة مقابل طبعا وعد من الشرطة أن تخفف يعني مدة الحكم المطلوب عليهما. هذا الوضع يسمى توازن ناش، هو الخيار العقلاني أو ما يسمى ناش إكوليبريم، هو أفضل وضع ممكن. هذه الحالة الآن هي مع معضلة السجين. لاحظوا لي يعني ملخصها بأنه بيلسان والباهي اللاعبان الاستراتيجيان في هذه المسألة، ولا يعرف كل منهما بسلوك الآخر. هذه القاعدة تطبق عادة في ما يسمى بالأوليغوبولي اللي هي احتكار القلة، عندما يكون هناك عدد قليل جدا من الشركات التي تتنافس على صناعة سلعة متشابهة بالوظيفة، كأن نقول أربع خمس مصانع سيارات ولا أربعة أو خمس مصانع حواسيب، وهذه الحواسيب تؤدي الوظائف نفسها عند الشركة ألف وباء أو جيم أو دال. فهنا الشركة التي تريد أن تخفض السعر ربما تضطر البقية أن يخفضوا السعر، وإذا رفعت السعر لا تضمن بأن البقية سيلحقوها. المهم أنه في هذه الحالة فجاء جون ناش اخترع هذه المسألة الرائعة جدا كي يبين بأن التفكير الاستراتيجي مهم جدا جدا، وأن أفضل خيار لهما هذا البيلسان والباهي أن يختارا بالاعتراف في هذه الحالة. في التعاون الدولي ربما كثير من الدول أن تغري بعضها البعض حتى تتعاون، لأن التعاون هنا طبعا مقابل التنافس. لو تنافسا ضد بعضهم بعض اثنين بوكلوا بجوز 15 أو حد أقصى 3-3، لكن مش مستقر هذا، فربما واحد منهم 15 سنة يعني يأخذ العقوبة والثاني واحد، وربما الثاني واحد والآخر 15 سنة. فهنا التعاون مهم جدا جدا، أن يتعاونا حتى يصل إلى أفضل توازن ممكن وهو ناش إكوليبريم. آخر شيء بدي أتحدث عنه هنا هو أن انتصار خصمك في اللعبة، في أي لعبة مشابهة لهذا، لاحظوا المتنافسين هنا، يعتمد على الحركات التي تقوم بها. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي جميعا، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.